السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يكتب لك صيام سنة كاملة. في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني سنة كاملة بفضل الله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشر شهور والست أيام بشهرين، يبقى كده سنة كاملة بفضل الله. يجوز أن الست أيام بتاعت شهر شوال يجوز أن تكون متتابعة أو متفرقة، لكن لا تبدأها من أول أيام العيد، لأن في نهي عن صيام أول يوم العيد. لكن الأفضل أن أنت تستريح في العيد إن شاء الله، وتسعد وتنبسط، ولكل وقت عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعبادة العيد هي الفرح والسعادة وشكر المولى عز وجل وصلة الأرحام إلى غير ذلك. وبعد العيد ابدأ صيام الست من شوال بفضل الله. الأفضل أن أنت تقضي ما أفطرته من رمضان أولا، ثم تصوم الست أيام من شوال. لكن لو خشيت أن ينتهي شهر شوال دون أن تستطيع أن تصوم الست أيام، فصومهم أولا ثم اقضي بعد ذلك ما فاتك من رمضان. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.